جرى اتصالان هاتفيان بين حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المفدى حفظه الله ورعاه وكل من أخيه فخامة الرئيس محمود عباس رئيس دولة فلسطين الشقيقة رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية وأخيه صاحب السمو السيد فهد بن محمود آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عمان الشقيقة وتم خلال الاتصالين تبادل التهاني والتبريكات بمناسبه حلول شهر رمضان المبارك مبتهلين الى الله تعالى ان يعيد هذه المناسبه المباركه على مملكه البحرين وعلى البلدين الشقيقين بالمزيد من الازدهار والرفعه والتقدم وعلى الامتين العربيه والاسلاميه بالخير واليمن والبركات